إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، نحن نكبل بين آيات بقول طبني يصدح وسورة النحل. قال الله تعالى إلهي باوحد ولقد جاءهم لابن مددك وحوي من رسول منهم رسول يغا كمدة فكذبوه ويبانيان فأخذهم العذاب عذاب باقب طيب لهي لكوها بسدي وهم ظالمون يقول ظلمي سمين يكفرها كل شيء إلى هاي وحده فكلوا عنا مما رزقكم الله وحى إلى هاي وذين كار ساقي عنا حلالا يدو إلى هاي وذين وقلاضو وذين فصحي طيبا استجوا معانا نفط أوران واشكروا نعمة الله إلى هاي نعمة دي سنة أمة هذنقة إن كنتم هداتين إياه تعبدون كل جهة عابد إنسان إنما حرم عليكم إلى هاي وحده كحران تني ما يجون الميتة تبختجي والدم يديك قلقلي ولحم الخنزير يهلب كي الضفارك يا وما شيب إلى هيد كحر أنت أهلا لغير الله مجع إلهي مجعانا هين لجوج ورعي به سجع فمن يضر قفك اللود بجلي وح حرانتا غير باغ السجع ومد الدبين ولا عاد أن بتسنى إن شيء بختجا فإن الله غفور رحيم إلهي وأن حريصنا يو دم بقول دافية ولا تقولها ورنين الضديها لما تصف ألسنتكم عرب كين وحاء الشيخ شيخ يدرادي الكذبة بينها ورنين هذا حلال وهذا حرامها ورنين وحاسوا حلال وحاسنوا حاران لتفتروا على الله الكذب إلهي سيا وقبين أبو رتان إن الذين يفترون على الله كوا إلهي كوا أبو رنا الكذبة بين وحان الله أقولان شيئا لا يفلحون من ليبانيا متاع قليل لهم متاع قليل راح يرب كلين الدنيا ولهم عذاب أليم عذاب كلنا آخرة وإلا ينوحي أدون كصهم قاعنيا وعلى الذين هادوا كويه ذوبي تشود حرمنا وحان كحران تنميني أما نكممنوعني ما قصصنا عليك وحي أنكاغا ورنا من قبل هري وما ظلمناهم كما ننقر درهم بلهاي لكوا ولكن كانوا وحي هذا أنفسهم يظلمون نفتو ذي كوحد قد بياني كوغر درهوذي. ربنا سبحانه وحاو حسي أمدن إلى لعذر دار الهين ويا الرسول وحو البوعد يا ويمي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وحاو كبحي يبا ودي سي نفتي سي وقت جيسي وحاو كبحي ومدى سيدو بدبادن لها نبي عليه الصلاة والسلام وحاو البنا وعدي يا الرسول كاسي ويمي أيا هدنا قال لماذا أبو بريرين مركن لمن كان مالها وحلوغ عذر داره ولقد لام كوحو تاغي جواب القسم قدونا مركي ماضي قشت تحقيق بي فائديسا لو الله بان كردارتا قد جاءهم رب نمو وحوي من رسول منهم ورسول يغا كميدا وي بانيين وي كوكا عن سايرين كميدا قيسا أرونا وحان كو أبال مريبا إلى هاي ولي عذاب يضو آن للدلمين وحالك الرب يهدنا حسيا حلاشي حارانتا آيات كسوس على كورمايا حريد كي لليهين موضوع عقيدة له آيادها هرأي كسو ورمي المحون نقون كرا وحون نقون كرا وحي سوق لي أن قيبتي عقيدة له أي حلاشي حران تسوق ليس ووحيابها إن إلهي كو عابود إنا وحكم ذا أضوان 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 مها أين كنا هاي إنا إن وحي حلالنا كقدوا منه أين وقوم هادنا وحي حلالنا أين وسكدينه حارانتي قاركيدنا عقيدة ذا بحرسكو يهاي وناوعيا سيدا وحان إلا عيدان إلهي هلو قورا عيوكا لين إذن مركا حلاشي حاران تآيادوها كور رمان لكن ولي أسلو المسالة أين كسي دحتر ناو عقيدة ذي عقيدة ذي مركا قفكو يو أركيني نانو عقيدة ذا وحباو ديمين هديو قراء رينتا حلالينتي حارانتي نمينت
sida ahayd si aan ahayn haduu dhigo ilaa xaqi ilaahay buu ku tacadiyayo caqiidadiisii waa dhaawacantay dhinacaasa markaa munaasabada aayaadku ay noqonayaan si kale haddii loo eego shaydaanku meelaha uu dadkan kaga faa'iidaystay waxaa ka mid ah inuu wixii xaaraanana u qurxiyey wixii xalaalana xumaan uga dhigay marka qofku markuu shaydaanka dabagalo ee uu faroor xidho waxa u dhadhanta xaaraanta xalaasha shayga la yidhaahdana wuu iska soo taagaa taasina waa arrin kale rabbi markaa wuxuu tilmaamay فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون عنب إلهي لأنا إذن عسومي عالم كوا كو عسومنت هاي هاي أنا إسلها يا إلهي هو أبو ري قاسو أدون كان كاني مركاسو دياري وحي كرا حيسن لهايين مركاسو يلي هاد دبعون أو عب وما هاد نقوم تيبا لا كروان مركاسا حلالا طيبا لبدا وصفي مركا رزقكم الله إلهي بايدن أرساق حلال كلي هاي كم الدينيني طيبا وشيء طيبة أو ناس ومركا حاران تنوى خبيث وحموي ونفط ورونين عافمات كورونين ونقالها ورونين حلاش ونين تابا ورونت ووح لذيذة أو معان أو انتبا ورون وحد بي الله وحي هذا الشيء مركا ذي انتفاع ستاء الحمد لله إذا بضي ولقو كردين دولا صورة النعم بين كل أحجنين وآياته الدنبيين أو ريت من كآية ذو ذا أرجع نعمة وكسر نقن قني واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون قيبها شكر أو حكم إذا ما هذ نقه ما هذ نقه وح وكم ذيها إلهي أظن ما هذ نقه سبحانه وتعالى قيبها عبادة وكم ذي وح لو ما هذ نق حتى إلهي عابديس ولي بكل جي عابديس وح دعي كرقفك نعمة إلهي نعيد كرسيه والله أن بضم ما هذ نقه dadka qaar kood baa waxyaabaha ilaahay ku caasiyeen waxa kamid ah waxaan xalaal ahayn ay xalaal ku sheegeen wixii xalaash ahna xaraam bay ku sheegeen suuratul an'am seen ku soo mareeyni dad badan oo kala rogay wixii xalaash iyo xaraam taray nu saaray marka inama taasay u taaganti waxa ay iyagu xaraanta ka dhigeen xaraam ma aha inama intana xaraantu waa tan soo socota إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أفر أهربودوي وبختي وديجي وهلم كي دافارك يوحي لقو قور عاي مقع عانك إله يهين مقع سنم أما مقع شيطان أما مقع عيدك لأي لقو قور عاي عدو أنا أكسر مقع عيد بها لقو قور عاي قور عاي عبادو ينكو كمدين إلهي لقو قور عاي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين مركا نسك هو قورعة وحيابها قار كود وحي عافي ما دركوه شركة قارنا عقيدة ده ومثل بختي دي ضوفا دي جي ضوفار كي ده نفتي بي أما شركي بي عافي ما دركوه يان كنا عقيدة دي بو عافي ما دركوه هاي وحان إلهي مقعيس لو قورعي مركا الله استعماله لعنه waxaa dhici kara qofka bani aadamka inay baahi ku timaado oo gaajo ay qabato qofka ilaahay iska dhiba ma yidhaahdo intaa waa uga naxariis badan yahay rabbi wax kasta oo xaaraana oo uu u baahdo qofku oo baahi adag ee u qabato oo dhimasho ku imanaysa si uu badbaado waa loo xalaalay xaaraanta faman idurra ghayra baaqin walaa caadi fa ina allaha ghafuurun raxiim qofku haddii uu loo dhib geliyo oo aanu baaqi ahayn baaqigu waxa weeye qofka dadka dhibaya ama jidgoyn ha la yidhaahdo ama burcad ha la yidhaahdo qof dadka waxyeelo ku haya oo jidka inoo fadhiya ama magaalada inagu dhibaya ayaa gaajooday markiisa horeba wuxuu u taagnaa mujrim buu ahaayo in la soo qabto oo maxkamadda la keeno la ciqaabaa buu taagnaa lugtaa lug hadhay dhaweeye gaajadu haddishaha inaga sii hadhawey waxaan leenahay makiibaa gaajoonaya allaha ku dilo kaa isaga loo gurman maayo waa baaqi caadiguna waxa weeye qofka aan wixii loo xalaaleeyo baktiga ahaa intuu u baahnaa aan ka badsanayn oo haddii dee la yidhi baktigaa ku xalaalo waad gaajoonaysaa ha ku gaajo beela un oo yuu kiish ku ridanin ama qandi ama sahay qaadan ama tallaajada ku ridan wixii ilaahay xaaraanta ku sheegay markuu soo xusay wax kale oo xalaala in la xaaraantinimeeyo waa mamnuuco wuxuu yidhi
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هأوراني ملكا مفعولك وحوي الكذب جملة دنبه هذا حلال وهذا حرام في محل نسب تعالى وكبدل انت دنبه لما تصف ألسنتكم نوا تعليلك قفك علمك نحو ذا إيجي معنى وحو نقونا يا مركا ولا تقولوا الكذب بأنت نقد هاي يقول هاي ربان هأورانينا هذا حلال وهذا حرام هأورانينا وحلالين تي حرام تي نمين تي دنكو هيا لنينا لما تصف ألسنتكم لأصف لأجل وصفكم بالألسن وحأعرف كينا كل شيء جيسان وبيانا وحلالين يا حرام تي نمين أيضا حق لهين تهكدا يا بقول هاي ماشى ما قبض تي دنكو نمله ديني ساسو سوق بنا يا تركيب وعسي عطينا يلي تفتروا على الله الكذب هذا حلال وهذا حرام مركز لا هذا هاي هدي أتكتر شيء ما يستيل هاي وشيء جواصح لكن هذا حلال وهذا حرام مركز لجود ديدايا ومركز اللي تفتروا على الله الكذب هذه لا هي بينكوا أبو رنيس إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون من اللي يبان إياه قفك عيدان إلهي هين إلهي بينك الشيء وحان شرع هين ذلك الشرع وقو الشيء حالات يا حلال شيء يفسوي داريا حي ساوي عليه وأدوية وردية متاع قليل ويا أدوية دونا آخرنا ولهم عذاب أليم وحي سوي الدين له ما حاشي حرام تألو حرام تنمي هراي نوصح حسن حمار الله إن لو حرام تنمي حرام ت وحلو حرام تنمي حمار الله هذا مركز سؤال بقى ليسوي الدين كرا وصبغ يحيد يوحيابه بدنه ونكسناه نفقه بها أي الله دي ذهير بن إسرائيل تلو قوة سنمي حمار سوينا جد دفن كي إيران ككرد كنا هدي ليه حرام تحمار الله هذا هيبقى لو حرام تنمي وحي ذهير بن إسرائيل لقى حرام تنمي سو كان إنك إنه حلاشة أيوة ناكسن هل كان سيلا يسوق بالسينية تاسع جوابه تآية دنيو مررك قار كود باشيء طيب كأهل وناكسن تذكر لقى حرام تنمية عقوبة اللهم يضل لقى عقوبين أيوة عقابط هذا ركت الشيء قالي ومعان وتد لقى حرام تنمية وعقوبة كل عرض هل كان سادة بتنايل إلى هاي وساقة تمر كسوح والهير بنو إسرائيل يجاو حارو كا حرام تنمية وحي عن هرك هذا ورناي إحولها أنت حولها كسوة جدا يدفن كودي قدرنا ما هنا يجا نفته وذا كقدر هذا عقابه هاي تاوح الساعة عطينا أذن كسب الرئيس سورة الأنعام الهي بحول فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ظلم أي كلام طيب شيء وأنا أكسن وضدك كلا حلال ذا إلى هاي وكعقوبه مركز شيء طيب كحال ذا سوق على حرام تنمي عقوبة ونقول يتحسن التحسين جوابته مركز الآيات كذب يقولون قلنا وقفات كذا ولقد جاءهم رسول منهم بولهي ومدى وحوي من رسول يجا كمذا قال يقال الله سعدين وجدنا وحوي منهم يجو كمدي معنى إذا وحوي تذكر هذين مير قانون السعادة أو فكرة يان عذرا وحكر ما يسال الله يجا ما يكر ما يسال الله ويجينا كسوة كذا أصل كيس يفصل كيس بقى قانا عدو كسوة جديد حالة دي سيئة شخصية دي سنوية قانان ملايق يجين تونا ما هو اللغدو دي بكوها الله يا لحا جعلو كقبع كاهد دي وحكا الرميسين وان عدك اللحبك كما يرميسين وي هل كان إلى هوري فأخذهم العذاب عذاب وكقبت وعذاب كين نوعية ذاك لدوانها إلى هاي وصوشيك وهم ظالمون يقول ظلمي غفرها كلاتره وحالا إلى قفك هدو ظلمي غفرها كلاتره وكون كو قوانين تو الى هذا حتى تدك حسانات دلبا الحريا بينه كو حسانات دلس وما درى الا الى ايغا يان لخرين حدو ظلمي فراه كولا جيره بينه هورا لغا خريا marka kuwani hasanad ba malahay wa hum zalimun dulmigay faraha kula jireen wa dab kaalada kibray meelaha boodboodaya musiboyinka ku dhacayno indheheen u jeedayn ka arkayna inaga inagu ma dhaca breaka ka waxa la tilmaama sanadahan dhaway sanad kamid aasiirtan ما طوفان هذا المرامد كم ذا ومقعية وسي بحيان وقت طوفان هبل باس عطبيلا ويسكس يوجي هنا إنه هاي بلادي سك صوره مركز ليس مقعية وسي تحار قصة السويدين سوار طوفان تاني شيء جيان إلا إن طوفان هبل بها الكامر تجار بمقع وسي بحيان عشر كي قيب سينو إن لو صوص على بيوجي بس مقع سكس بحنا يعني بلادي كصوص عط طوفان تاسو حي شري سي وحي شري سي سيدات بقول أو كيلومتر ساعتي عليه ذو حويه وكذا يرينه سديارته تطابق القول ملاسي ديارته
جوجا أسرية كطوليسا شرطة ساعدي ويكده يرينيس سبير كي كسو عرنيس شب كستا يميل كستو قل عضو أدق بحاريس صدن بليين لعق قيمة هذو النقرة يخسارة كوردي دالك صدن بليين وايم سد دولة مسلمين بجت كودة أما ميزانية دولة مركا اللي يسوه دقا أيو معنا صدن كن أو مليين خسارة دا واحد ركيسا واجوابه إلهي سبحانه وتعالى ومرين أيو دادك إلهي كالو أبي حمان تفراك بلتش له وحين أركينا مركا إلهي ورفا كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا قاعدة الله قرص وبحي وحوي في الحلال ما يغني عن الحرام حلاشة وحين كوهاي سنة وحين كغمارا حرانت ومعنى ذو وحوي حلاش وين أبو فلانت حرام وحين نوبا هي أبا مجر كي قلمو باهدا كور حلال وين وحينا كيوب لان خبر بان دون يا كيلا هذا شراب لذيذ ومعاني عانين وهينا اي عصير سوماها كريب انو باهنا هيلا هذا فاذا اي باع مشتري بين وهينا حلاله والتجاره ديه دو قادن ايو كيلا هذا البحني ما انو باهنا هيا وان يرسير قاون ايا السراد بين وهينا هي هذا بناك وحو البا وحاذو نقول ايسا شيق حلاشا هيو كوكوف لين وعين كفى من آيات إلهي وتلمام إنما حرم عليكم الميتة إلى آخرها قاعدة دورنا إيسا الضرورة تبيح المحظور وحي حارانتا ضرورة ويبنى إيسا هذه مثل باهي تماتو وقفكو عنو باهضا أما عافمات كيسا باهي يكو تماتا حلاشي حارانتي ولو حلالي بركا ويسكو داوين كرا هذا وحوغة ترايسو عافمات كيسا أما gaachada ay wax uga tarayso waa loo ogolaanayaa wixii markii hore xaraanta ka aha waxa sa qaacidada qaacido kale ayaa la socoto oranaysa inna darurata tuqaddaru biqadarha baahida waxa lagu xadidaya heerkeeda ayaa lagu xadidayaa waa la baahdaye wada uun maya ghayra baqi wala aad wala aadin ba la socoto lifaqa sa la akhriya hadad baahite baahatay الباب فرانها كدغان انها كسي ودي لكن سد الرمق با لو استعمالها انات غاجدا اسكغا امسيسو لكن انات تداهدو وا لا فسخاي حارانتي خلاص انو دغا كيد انو دغا اينو غدال كسي عنو لبا اوغلا الضروره تقدر بقدرها بركا واحد اركيس الله ارحم بعبادي عيد ولبا الهي اسغا اوغا نخريس بدنا دوميس ايتن بقولي لخيه لخدن ولا تصف ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام إلى آخرها وحي كدقيسة شرع الدجين عيد كلاينة شرع الدجس عيدان إلهين سبحانه وتعالى أما مدحوين هذا أما أميرها هذا أما قولها هذا أما رجال القبائل هذا حيرار للسمايو أن نظام ربك حيرك إلهي ونودكي أنا هين قد يدي شرع الدجين أي حسيسة إن التحليل والتحريم حق لله تعالى حق أين شرع إلا الدجيو وحل حلالي وحل حارانتيني إلهي بأسكاله وحي عدة سوفر قليسة إلهي بكوهاي ستأرميز أما شرع هالدجيين أما وح بدعاءها سوكر ليانو دين لقرد يقايو أما فتوى قلبها بحي بقف لذلك باوحوا الإمام كي لورين ترى بالنظرة قرأت هذه الآية فلم أزل أخاف الفتيا إلى يوم هذا ولبرنا يدى أخريب انتي كدن بيسي فتوى وان كبقي تريبو او حنان السلاح ذا ابولي ارمد قشاليس كا هذا حلال وهذا حرام وحلالها ارمد حاران تنميسا اما وحارانها ارمد ددك وحلاليس الى هديق الله عكارعه فتوى دي اما بدعادي اتسميسا تاسات كل عيس شرعي ان كيلهين هدي اتديكسنا او اتددك وقرتنا ان وحد قليسا ليس كا دقنيتا تقليس ومدو هدي هرو مردونيس وحيابها هرمرك أي كوة إذا أدوية يا آخرة وحكم إذا إن الشرع إلهي أنت سلوغان شرع كلاسة ميستان أفرسو إلهي وحورس إن الذين يفترون على الله الكذب بأن ترنو عاصدتك السماية الشرع يقول لك وحان شرع أهين عقيدة ذو دي سلا أي كوة راو عن تأمكو باب بعضه لا يفلحون الليبان ما يعني يقول حي سلا ذين هرمر سماية هرمر سوى كردية بي سلا ذين دتا هرمر لقوما هلين وهلاك مركات دادكو إياغو إسلا وحكوريستا
أي واحد سيالان وقعمه هذا يسكو جورعة مركا حلك أي حلك بروح كشرة دتكو هنا الراعان حق حراش إلها يكجو دون تامحي حران تانا يسكت ده إياه وح كستو النظام ولا قرية مركا قار كدتكو النظام يوي قران كرا دولة لها قران كرا شركة لها قران كرا عيد هالشي سمين إنسان نظام قران كرا وحي تفاصيل شي سؤال يكو عطين شرع هذا هي فقه قوال القرآن كراه لكن لابد من تأصيل تأصيل بالغ ما مارمانا انت اوحاني صواب بحين اما الله انصحني وين لمريا الشرع هذا والله إلا هذا الشرع هذا هلقو ميسامو وحان لقضى بين ايو اما لقر ايو ادادك يشي سنو قن ايا اكو ذا سعون ايا انت سياسة دو ذا ايا معاش كو ذا انتو رنبا شرعيه محوكو خلاف سيه مركاوا اين لقر ايوا شرعيه سيبدر اين قن ايسا دادكو اين قرطان wax kasto sharaacada khilaafsan waa baadil in la qorto hadana wax kasto sharaacada khilaafsan la iska wato ana sib darro weyn weeyo de ilaahay lagama hoos tusa subhana wa taala marka arrimahaasi waa arrimo khatar badan oo dadku ku gaaloobi karaan oo ay ku faasiqoobayaan marka in laga feejignaadaa ilaahay noo sheegaya halkani nafaraya allah inagu anfaco wallahu subhanahu wa taala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان